بسم الله الرحمن الرحيم. مسابقة مزيول الأوصاف مسابقة تأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بتاريخ وتراث الخيل العربية، وكذلك بتسمية مواليد الخيل العربية بالأسماء العربية الأصيلة، وتشجيعهم على أنه يتم تسمية المواليد بالأسماء العربية الأصيلة. بالنسبة للجوائز التي رصدت لمسابقة مزيول الأوصاف، 200,000 درهم مقسمة إلى فئتين، فئة المهور وفئة المهرات، 3 جوائز للمهور و3 جوائز للمهرات. بالنسبة لجديد الجمعية، إن شاء الله فترة قريبة سنعلن عن برنامج أنشطة وفعاليات جمعية إمارات الخيل العربية. بالنسبة للاتفاقية، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات الخيل العربية ومركز اللغة العربية للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم في اللغة العربية مع الخيل العربية.